قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. النهارده جايب لك فيلم قد يكون معقد في البدايه، ولكن واحده واحده هتندمج بالحكايه. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالنهايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدا الفيلم بمدينه واجي. المدينه دي بتجمع اكبر واخطر عصابات في العالم، وبيكون رئيسهم برنس فراج. ولكن بعيد عنه وعنكم بيتشل، وبعد ما تشل مرضى يورث عرش رئاسه المجموعه دي لابنه واداه لتلميذه المفضل روي. روي فضل شغال في تصدير الذهب والبترول لحد ما عمل كميه ذهب وفلوس محترمه، ولكن في الفتره دي المدينه كلها كانت خراب وكله بيقتل في كله. فقرر روي يشتغل بشكل قانوني، وكانت فكرته هيعمل اكبر محطه كهرباء في العالم، ولكن وزير الخارجيه الهنديه بيرفض وبيقول ازاي ننفذ مشروع زي ده لبلطجيه روي. روي بذكائه بيقنعه، واخيرا بينزل الهند بعد غياب سنين كتير عن بلده. بيتصل به شخص عزيز على قلبه وبيقول له خلاص انا جاي لك، بس موبايل اتغيرت كتير من ساعه ما سبتها. ومره واحده بتيجي العربيه دي تخبطه، والسفينه اللي عليها الذهب والفلوس بتتسرق وبتنفجر. في الوقت ده الضابط شندي بيعمل اجتماع مع رجالته وبيقول لهم طبعا مش محتاجين اعرفكم على اكبر واخطر حرامي في الهند بالكامل، لحد دلوقتي سارق 20 مليار ومحدش فينا يعرف عنه اي حاجه، بذمتكم مش حاسين بالعار؟ الضابط ده بيقول له احنا شغالين على القضيه، وفي خلال 24 ساعه هيكون مسجون يا فندم. ولكن مره واحده غسامي بيقول له الحقنا يا فندم، الحرامي لسه سارق بنك حالا. بيخرج بره الاجتماع وبيقول له ازاي رحتوا هناك ما لقيتوش اي دليل ضده؟ بيقول له حضروا السرقه كتير جدا، ولكن محدش يعرف مين هو. شندي بيجيب اخره لان مفيش ضابط عارف يجيب الحرامي ده. رئيسه بيتصل بيه وبيقول له ما تتعبش نفسك، انا لقيت الضابط المناسب للمهمه دي. ولكن الضابط ده بيشتغل في السر ومحدش يعرف عنه اي حاجه. روح لديفيد وهو هيديك معلومات الضابط. وفعلا بيروح لديفيد وبيقول له مين هو الضابط؟ بيقول له الضابط اشوك، انا شخصيا اشتغلت معاه قبل كده وعارف قدراته كويس في الشغل. اللي يشوفه ما يقولش ضابط لانه بيتعامل بنفس طريقه المجرم اللي قدامه. تقدر تقول الضابط المناسب في الوقت المناسب. وها هو الوحش العنيد، هالولد المخيف، هالاسد التي بقدراته يا مساعد الشرطه والجيش. الضابط اشوك، اشوك انه يطلع كداب. المهم بيخش منطقه كلها لبش علشان ينقذ الشخص اللي معلقينه ده، واللي بيحكمها شخص اسمه ماني، كبير تجار السلاح في المنطقه. اشوك بيخش عليه هو ورجالته بالشمسيه، ولا فارق معاه تجار سلاح ولا تجار تفاح. واحد من رجالته بيقول للشخص اللي متعلق استعد للموت يا خاين. اشوك بيرمي على دماغه مفاتيح العربيه وبيقول له اراهن على عربيتي لو عرفتوا تلمسوا شعره منه. ماني بيقول له مين انت؟ بيقول له انا الله هخلص عليكم واحد ورا الثاني. بيقول له هتعمل كل ده لوحدك؟ طيب اطلع وريني شطارتك. وفعلا بيطلع لفوق، واللي بيقابله على السلم بيعلمه ازاي يتكلم من غير ما يتكلم. وعلى وضعك يا معلم. بيخلص على كل اللي بره وبيطلع فوق بيلاقي بلطجيه متسلحين. اه لكن على مين؟ احنا معانا اشوك ابن الكدابين. بيخلص على اغلبهم وبيهرب من الباقي منهم، بيخش جوه وبيقفل الباب. بيبص وراه بيلاقي المكان كله جزارين. نهارتين تفتكر ان ده هيفرق معاها صديقي؟ لا والله، رغم ان كلهم متسلحين بصواطير، ولكن بدراعه بس بيعلمهم كيفيه فرد الفطير. اه على وضعك خطير. بيهاجم بكل شراسه وبيدافع بالفخده الضاني دي، والنبي هات لي كيلو منها يا اسطى، ولو في ريش هات لي نص كيلو بس. هعمل حسابك يا صديقي، ابقى اكتب لي في كومنت. المهم بيخلص على نصهم وبيهرب من الباقي على الاوضه الثانيه وبيقفل وراه الباب. اخيرا خلصت منهم، ولكن مره واحده بيلاقي السلسله دي بتتحرك، اكيد مش لوحدها يعني. ومره واحده بيهجم عليه فهد متوحش، ولكن بتتستر وبكون متسلسل. بيخرج من الاوضه دي وبيطلع فوق، بيلاقي حمد حمص بيرقص بدمبل 5 كيلو. ما هو بالهزه دي اكيد مش بيتمرن يعني. حمد بمجرد ما بيشوفه بيهجم عليه، ولكن اشوك بيديله واحده بيكسر بيه الباب وبيقول له رجوله عصب مش تمرين وعصب. بيبص الناحيه الثانيه بيلاقي حيتان واقفين، بيقول لهم الرجوله تمرين مش ضرب فيتامين، انتوا فاهمين؟ واحد منهم بيهجم عليه، تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله، الحديد اللي بيشيله وبيحطه فيه بيكسر عظم نصهم بيه وبيقول له النص الثاني هتنزله الراجل اللي بره ولا تحصلوا اخواتكم. بيفكروا صح وبينزلوا الراجل اللي بره، وفعلا بينقذ الشخص ده وبياخده ويمشي. بيقول له انا مش عارف اشكرك ازاي، بس انت ليه انقذت حياه واحد زي من الموت؟ بيقول له لاني محتاج منك معلومات كتير قوي. في الوقت ده الاعلام بيتكلم وبيقول مجموعه رو وقفوا مشروعهم بعد وفاه رئيسهم ريوي. في الوقت ده فيفان بيقول لهم من 25 سنه عائله رو اتهجم عليهم واتقتلوا، علشان كده ريوي فضل مخبي عليكم سر محدش يعرفه غيري. السر ده هو ابنه فيشنو. ديف بينصدم لانه كان عايز يقعد على عرش المجموعه. وفعلا فيشنو بيحضر. ديفان بيقول له بعد موت ابوك شكينا في كل اللي حوالينا، حتى الحرس الخاص بتوعه. بيقول له لسه سايبهم عايشين وبيرميهم كلهم من فوق. كالكي بتترعب لان الواد طلع افظع من ابوه. في الوقت ده ديفيد بيقابل الظابط اشوك وبيديله ملف قضيه الحرام اللي مغلبهم، وبيقول له خد كمان ده ملف الظابط الثالثه اللي هتشتغل معانا. بيقول له انتوا الاثنين خرفانين، هتجيبوا لي خرفان ثالث يبوظ المهمه؟ لا يابا انا هشتغل لوحدي. وبيرمي الملف على الارض. غوز بينزل يلم الورق وبيحطه قدام اشوك. اشوك بيشوف صوره الظابط وبيقول له بس هي دي الظابط اللي هتشتغل معانا؟ البت دي كويسه، انا شايف الكفاءه والاصرار في عينيها. بيقول له انت عرفت كل ده من حته الصوره قد دي؟ بيقول له مالكش فيه، هي فين دلوقتي؟ ديفيد بيقول له شغاله في قضيه. بيقول له خدني ليها. وفعلا بتكون موجوده في مسرح القضيه هي والظابط جاي، ومش عارفين ايه اللي حصل في المكان ولا عارفين البلطجيه دول اتقتلوا ازاي. اشوك بيخش لهم الشباك وبيقول لها كان واحد بس ودخل من الشباك ده. بتمد له ايديها وبتدخله، وبمجرد ما بيخش جوه بيسرح في جمالها. غوز بيقول لها ده الظابط اشوك اللي احنا هنشتغل معاه في قضيه الحرام اللي مغلبنا. اشوك بيقول لهم الشخص اللي هجم على المكان هنا بعد ما دخل من الشباك خبط واحد بطلقه، وسبحان الله من الطلقه بيطير بعيد بعيد، حتى الاسلحه بتكذب هناك. المهم هو
بيخبط التاني برجليه وبرضه بيطيره وبيخبطه بطلقه على الطاير. وده بكل بساطه اللي حصل. الكل بيزقف للظابط اشوك والظابط شند بيحضر في المكان بيقول لها يا ريت انت تسيب القضيه دي خالص ومن هنا ورايح هتبقي مع الظابط اشوك. وفعلا الاربعه بيتجمعوا في مكان خاص بيهم وبيبداوا يراقبوا الحرامي. بيكونوا مراقبين الاماكن كلها اللي بيحوم حواليها. واشوك بيقول لهم انتوا الاثنين تفضلوا مركزين مع الكاميرات دي واي حد لابس قبعه وماسك كنز تركزوا عليه وتندهولي. بيسيبهم بيروح يلعب واميريتا بتقول له ظاهر انك حريه. بيقول لها العبي بعيد يا شطره اللعبه دي للرجاله مش للستات. بنت الهرم بتخش تلعب معاه او بتكون في نفس مستواه في اللعب. في الوقت ده ديفيد بيقول له لقيناها ريس نفس المواصفات اللي قلت لنا عليها وفعلا بيكون هو الحرامي. في الوقت ده المستثمرين في شركه روي بيكونوا متجمعين وواحد منهم بيقول فين فلوسنا. ثم ابن روي اللي انتوا بتقولوا لسه عايش ما يعرفش اي حاجه عن شغلنا. فيجنو بيحضر في الاجتماع او بيعرفهم بنفسه او بيقول لهم الظاهر انكم ما تعرفونيش كويس ولكن انا اعرفكم واحد ورا الثاني وعارف كل كبيره وصغيره في الشغل. وبالنسبه للتريليون روبيا بتاعكم انا عارف هم فين بالظبط وما تقلقوش فلوسكم في امان ومشروع ابويا روي هيتم في الوقت والميعاد المتفق عليهم ولكن لازم اعرف مين اللي قتل ابويا واخد بطار وارجع الفلوس اللي اتسرقت معانا زيهم ثلاث اضعاف يعني ما تقلقوش فلوسكم في امان. بيقنعهم وفعلا بياخد مكان ابوه. وديف بيعرف ان فيشنو رجع وخد مكان ابوه وبيقول لابوه كل اللي حصل ده بسببك انت ما تعرفش انا عملت ايه علشان اوصل للكرسي ده انا اللي شليتك ووصلتك للحاله دي علشان اقعد على كرسي القياده وانت بكل غباء سلمته لتلميذك روي ولكن ملحوقه زي ما خلصت على روي هخلص على ابنه فيشنو. وفعلا بيبعت رجالته لفيشنو وبيهجموا عليه قبل ما يركب العربيه ولكن فيشنو بيكون عامل حسابه ورجالته بيخلصوا عليهم. في الوقت ده ظابط شندي بيقول لاشوك ما كنتش اعرف انك هتجيب الحرامي بالسرعه دي برافو عليه. في الوقت ده امريتا بتقول لهم الحرامي موجود في كافيه قريب من هنا كلهم بيخرجوا يهجموا عليه الا ديفيد بيفضل قدام الكاميرات. وفعلا بيوصلوا الكافيه ولكن بيلاقوا الحرامي اختفى من المكان. بيكون في حد خايم منهم وبيحذروا انهم هيهجموا عليه. في الوقت ده فيشنو بياخد رجالته وبيروح للخزنه فيها فلوس وذهب وبيقول لهم الخزنه دي فيها فلوس وذهب قد اللي اتسرق ثلاث مرات ولكن للاسف ملهاش غير مفتاح واحد الصندوق الاسود. كالكي بتقول لهم وفين الصندوق ده. ديفان بيقول لها بعد ما اتقتل روي انا حطيته في مكان امان وانا اللي هسافر اجيبه واجي. بتقول له لا خليك انت مع فيشنو وانا هحاول اجيبه محدش هيشك فيا ولا يراقبني. في الوقت ده اميريتا بتقول احنا خلاص عرفنا كل تحركات الحرامي ودلوقتي نقدر نهجم ونقبض عليه. اشوك بيقول لها غلط لو مسكناه مفيش في ايدينا اي دليل ضده يبقى احنا محتاجين ايه. بتقول له نمسكه متلبس. بيقول لها بالظبط وايه كمان. بتقول له نعرف خطته قبل الهجوم عليه. بيقول لها وايه كمان. بتقول له بعدها ونقبض عليه. بيقول لها وايه كمان. الظاهر انه علق يا صديقي. المهم اشوك بيكون ميال ليها ونظرته فاتحه قدام الكل. بيبداوا يحطوا الخطه وبيروحوا المكان اللي بيسهر فيه الحرامي وفعلا بيوصلوا هناك ولكن امريتا بتنسى المهمه وبتسهر وتقرص وتقلبها خراب. الحرامي بيحس بنوش حواليه فبيهرب من المكان والمهمه بتبوظ. شندي بيقول لها انا عارفك فاشله عجبك اللي حصل كان بيننا وبين الحرامي خطوه واحده وانت بغبائك خربت المهمه بالكامل. دي مش طريقه شغل دي طريقه طاجن باميه باللحمه وده اللي انت اخرك تعمليه كلنا تعبنا وتعبنا راح على الفاضي. اشوك بيقول له مين قال كده اللي ما تعرفوش بقى ان انا اتكلمت مع الحرامي. الحرامي بيقعد على البار وبيطلب مشروب. اشوك بيقعد جنبه وبيقول للي موجود على البار انا عايز زيه بالظبط. الحرامي بيستغرب. اشوك بيقول له ما تبحلقليش قوي كده يا عم هو المشروب مكتوب على اسمك ولا حاجه. ما بيردش عليه. اشوك بيقول له انت شغال ايه. بيقول له للاسف شغلي سري جدا. وانت بقى شغال ايه. بيقول له انا كمان شغلي اصر منك ولكن انا حبيتك وهقول لك شغال ايه. في الحقيقه انا شغال حرامي. بيقول له طب ايه رايك بقى انا شغال ظابط. بيقول له المفروض اصدقك واخاف. وبيفضلوا يشربوا هما الاثنين لحد ما الحرامي بيتسطل. هو بيقول له انا كمان حرامي ومهمتي الجايه هسرق الصندوق الاسود ده مفتاح خزنه فيها فلوس وذهب ما يتعدوش. لو وصلت للمفتاح ده هاخد من الناس اللي عايزينه مليارات. شندي بيقول له هو قال لك الصندوق الاسود. بيقول له بالظبط كده. بيقول له عارف لو احنا وصلنا للصندوق ده قبله هنقبض على مجرمين كتير جدا ومن ضمنهم مجموعه روي. انا اللي مستغرب له ازاي حرامي بالذكاء ده كله يديك سره بالسهوله دي. بيقول له لانه ذكي جدا قال لي على سره لانه هو عارف انا مين وبيحاول يلعب معايا ولكن ما يعرفش انه واقع مع الشخص الغلط وقريب جدا هحط الكلبشات في ايديه. بيسيبه ويمشي واميريتا بتكون في منتهى الحزن. اشوك بيقول لها في ايه مالك. بتقول له قول لي بصراحه انا هفيدك في المهمه دي ولا زي ما قال شندي. بيقول لها بصراحه انا نفسي تكوني شاطره في الباميه ولكن بصي انا اخترتك في فريقي هو ملوش كلمه عليكي ولكن لازم تثبتي له العكس وتخليه يغير كلامه. في الوقت ده ديفيد بيكون قاعد مع الحرامي وبيكون هو الشخص الخاين وسط المجموعه. هو اللي كان بيوصل كل المعلومات للحرامي وهو اللي كان بيوصل له كل المعلومات عنهم. اميريتا بتشتغل على القضيه وبتحاول تعرف مكان الصندوق الاسود فبتعرف ان في حد من مجموعه روي جاي مومباي وبتكتشف ان هي كالكي. بتروح تستناها في المطار لحد ما بتنزل من الطياره والحرامي كمان بيكون مستنيها. وفعلا كالكي بتروح على العنوان اللي فيه الصندوق وبتاخد الصندوق من الشخص ده وهي راجعه الطريق بيقف ومره واحده اشخاص متسلحين بيهجموا عليها ولكن العربيه بتكون ضد الرصاص مفيش ولا طلقه بتاثر فيها. كالكي بتتصل بفيشنو وبتقول له انا اتهجم عليا. بيقول لها عارف ولكن طول ما انت معايا ما تقلقيش من حاجه. اميريتا بتقول له اشوك انا هروح اساعدها. بيقول لها ما تتحركيش من مكانك مالكيش دعوه بيهم ولكن ما بتسمعش الكلام وبتخرج مسدس الميه اللي معاها وبتهجم عليهم. العصابه بياخدوا بالهم وكلهم بيركزوا معاها. هو بيكونوا حواليها من كل اتجاه
اتجاه. تفتكر ان اشوكا هيسيبها صديقي؟ لا والله، من غير سلاح بدراعه واللي بيقف وشه بيكسر له صباعه. فيجنو بيتصل تاني بكالكي وبيقول لها الظاهر ان موضوع الصندوق ده اتعرف، لازم تخبيه في اسرع وقت. بتقول له اخبيه فين؟ بيقول لها هقول لك دلوقتي. في الوقت ده اشوك بيخلص على كل الرجاله المسلحين اللي بره بدون سلاح بدراعه، ولسه الباقه كا شغاله. كالكي بتهرب من المكان ولكن اميراتا بتروح وراها. المجموعه كلهم بيتجمعوا تاني عند شندي، وشندي بيقول لاميراتا برده ما سمعتيش الكلام ورحت تهجمي على العصابه. بتقول له هي كانت غلطه ولكن جت بفايده، انا عرفت كالكي خبت الصندوق فين. قبل ما تمشي رميت عليها جهاز تتبع وفضلت ماشي وراها لحد ما وصلت وخبت الصندوق في بنك رويال. بيقول لها ممتاز، طيب دلوقتي ازاي الحرامي هيعرف مكان الصندوق؟ اشوك بيقول له ده حرامي اكيد له طريقه هيعرف بيها. شندي بيقول له اميريتا انا اسف سحبت كلام اللي قلته لك. عاش عليك يا اسد. اميريتا بتبص لاشوك وبتكون في منتهى السعاده. هما الاثنين بيخرجوا بره وبتقول له انا مش عارفه اقول لك ايه على كلامك اللي قواني، ما كانش في حد بيقويني بالكلام غير امي وابويا الله يرحمهم، من بعدهم ما بقاش اصلا في حد في حياتي. بيقول لها ولا انا، من بعد موت بابا ماليش حد في الدنيا. بتاخده بالحضن ومن بعدها الاثنين بيقضوا اجمل ايام حياتهم سوا. بتقول له هات ايدك. بيقول لها تيري لي الكف ولا ايه؟ بتقول له لا يا خفي انا بخطبك رسمي زي ما انت شايف يا صديقي، البنات هناك بتتقدم للولاد. تخيل بقى لو السيستم ده موجود عندنا، تكون قاعد في امان الله، الباب يخبط واما تفتح تلاقي في عروسه متقدمه لك يا فرج الله. المهم بتقول له بس انا متوتره جدا. بيقول لها ليه؟ بتقول له لانك سبت لي قياده الفريق. بيقول لها انا واثق فيكي. وفعلا بيخشوا جوه وبيحطوا الخطه اللي هيهاجموا بيها على الحرامي وهو بيسرق الصندوق، ولكن الخاين ديفيد بيكون حاطط لهم مايك وبيكون سامعهم وبيحط خطه مضاده ليهم. كلهم بيتحركوا على المهمه ولكن شندي بيطلع هو كمان خاين وبيوصل المعلومات لديف وبيتصل بيه. ديف بيقول له اللي حصل عند المرور مش عايزه يتكرر النهارده، انا عايز الصندوق ده باي ثمن. بيقول له المره اللي فاتت اللي انقذ الموقف الضابط الجديد اللي معانا. بيقول له مين الضابط ده؟ بيقول له الضابط اشوك. بيقول له انا عارف الضابط ده كويس. اشوك ما بيكونش معاهم وبيكون قاعد قدام كاميرات المراقبه، هو مراقب اللي بيحصل قدام البنك. واللي بيحصل ديفيد بينفذ الخطه وبيخش يسرق الصندوق وبيلاقي كام مليون بياخدهم في طريقه، والحرام بينزل من العربيه ما بيلاقيش اي حاجه جوه. هاميريتا بتحوطه من كل اتجاه بالقوه وبتقبض على الاثنين المساعدين بتوعه، ولكن ابن الهرم الحرامي بيهرب. هاميريتا بتتصل باشوك وبتقول له الحرامي هرب. بيقول لها خليك وراه. بتسمع الكلام والاثنين اللي كانوا مع الحرامي والشرطه قبضت عليهم، واحد منهم بيفتح التليفون وبيتصل بقائد شندي. القائد بيقفل معاهم وبيتصل بشندي. بيقول له الفريق اللي انت بعته على المهمه قبضوا على رجالتنا وبيجروا ورا الضابط اشوك. بيقول له ازاي يعني والضابط اشوك ما راحش معاهم المهمه اصلا؟ في الوقت ده الضابط اشوك بياخد العربيه وبيروح جري عليهم. اميريتا بتكون ورا ديفيد والحرامي لحد ما بتقلبهم بعربياتهم. في الوقت ده اشوك بيوصل هناك وبينزل من العربيه يخرج ديفيد وبيركبوا العربيه بتاعته. الحرامي هو كمان بيخرج من العربيه وبيرفع سلاحه وبيكون خلاص هيقتل اشوك، ولكن اشوك ان ده يحصل. اميريتا بترفع عليه سلاح وبتخبطه بطلقه في رجله، بتكون خلاص تضربه في دماغه ولكن شندي بيمنعها وبيقول لها لا احنا كنا غلطانين، ده الضابط اشوك الحقيقي، هو ده الضابط المتخفي. الكل بينصدم واميريتا بتبص على اللي كانت فاكراه اشوك وبتعرف ان هو ده الحرامي اللي مغلبهم، ولكن ما بتكونش معاها اي دليل ضده. وفعلا بيركب العربيه ويمشي. ديفيد بيقول له جيت في الوقت المناسب، تسلم يا صاهو. القائد بيروح لشندي وبيقول لهم ازاي المجرم اللي المفروض تقبضوا عليه دخل وسطكم وفهمكم انه واحد منكم. اشوك بيقول له عن طريق اللي اسمه ديفيد غير كل حاجه، اقنعكم ان ساهو هو الضابط وفهمكم اني انا الحرامي، والمشكله انه جاب لي ملفات واثبت لي ان هو شغال معايا في السر، واكيد ساهو قال لكم على اللي قاله لي انا في البار، وفي الحقيقه هو اللي قال لي انه هدفه يسرق الصندوق الاسود. ويوم العمليه ديفيد نفذ خطه ساهو وسبقنا كلنا بخطوه. لما الشرطه هجمت عليا في الخزنه عرفت ان ديفيد عدوي وان في حاجه غلط بتحصل، ورحت جري وراه ولكن انتوا وقفتوني. هاميريتا بتكون في منتهى الحزن وما بتكونش مصدقه اللي حصل. في الوقت ده فيشنو بيعرف ان الصندوق اتسرق من البنك، هو بيكون في منتهى الغضب هو وعدوه ديفيد، ولكن فيشنو بيعرف مكان ساهو. وساهو بعد ما خد الصندوق بيروح مصيف هو وديفيد وبيجيب الفنانه جيكلين ترقص له، بيخلص رقص وبيسيبهم ويمشي. بمجرد ما بيوصل البيت مره واحده في شخص بيضرب عليه بسلاح، الشخص ده بتكون اميراتا، بتثبته بالسلاح بيقول لها بلاش تضربيني في قلبي لانك انت موجوده جواه. بترفع السلاح على دماغه وهو بتقول له لو كنت انت مكاني اكيد كنت هتقتلني، ولكن مره واحده بيهجم عليهم رجاله فيشنو بيفرتكوا المكان بالكامل باسلحتهم. واميريتا بتقول له مين الجحدين دول؟ بيقول لها اصدقاء مهنه ومش هيسيبوني الا لما يخلصوا عليا، وفعلا ده هيحصل لو انت فضلت معايا هنا، لازم اخرجك من هنا حالا. وفعلا بيخرجها ولكن ما بتكونش عايزه تسيبه. بيقول لها ما تخافيش محدش هيقدر يقتلني الا انت، هرجوك امشي حالا. بتسيبه وتمشي وبيقعد مكانه زي الاسد. رجاله فيشنو بيخشوا عليه فبيبدا يتكلم معاهم، بيخلص معاه وبيروح يتكلم مع قائد رجاله ديف، وديف بيكون معاهم على التليفون. القائد بيقول له الصندوق الاسود اللي انت سرقته تديهوني حالا. بيقول له عيب لما اديه لراجل في سنه. بيقول له كده ديف هيكون له تصرف تاني معاه. بص يا ابني الاسد والغزال عايشين في الغابه عادي جدا، ولكن ما ينفعش يعيشوا في قفص واحد لان الاسد هياكل الغزال. بيقول له طيب قول لي ديف بقى بلاش يخش القفص بتاعي، وبيخبط له واحد من رجالته وبيسيبهم ويمشي. بيقابل اميريتا وبياخدها على المكان الخاص بيه وبيعيشها اجمل ايام حياتها، بياخدها معاها البيت. بتقول له بص انا معاك حققت كل احلامي ولكن شغلنا
انا ما يسمح لناش نكون سوا، انا وانت زي النهار والليل، ما ينفعش يكونوا مع بعض. بينصدم، بيقول لها بص على الشروق ده اللي بيجمع بين النهار والليل، واحنا لا نهار ولا ليل، انا وانت الشروق، هو انا الشمس وانت القمر يا صديقي. ثبتك صح، اعمل لايك بقى. المهم بيثبتها وبيكون خلاص هاي، ولكن ما بيلحقش، في حد بينتشها بطلقه. سهو بينصدم، وبرضه ابن الكدابه بدون سلاح بيقوم عليهم هايج مايج، وما بيشوفش حد قدامه. ولكن اولاد الهرم بيخبطوه بحقنه مخدر في رقبته، بيشيلها على بيتاثر، بيعافر معاهم ولكن ما بيقدرش يكمل، وبيطب ساكت مكانه. بيخش عليه ديف، هو بيقول له انت اللي اجبرتني اخرج الوحش اللي جوايا، خلاص انا مش عايز الصندوق الاسود، انا هقول لك تعمل ايه بيه، انت اللي هتروح بنفسك تجيب لي الفلوس والذهب اللي في الخزنه، واما تنفذ اللي طلبته منك هبقى اديك حبيبه القلب. وبياخد اميراتا ويمشي، بيبعت له رجالته علشان يساعدوه في المهمه. وفرنساه بيحط الخطه اللي هيسرق بيها الخزنه، وهو في المبنى ده بيقابل كالكي، وبتكون نظراتهم لبعض مش مفهومه. بيكمل في الخطه، ولكن الضابط اشوك بيخطف ديفيد، وبيقول له بص بقى يا برنس، انا خطفت مراتك وبنتك، يا اما تساعدنا قبض على سهم متلبس وهو بيسرق الخزنه، يا اما هقتل مراتك وبنتك. ديفيد بيخاف على مراته وبنته، هو بيقرر ينفذ كلامه ويساعده. وفرنساه بيبدا ينفذ المهمه، وبيكون في طريقه علشان يسرق الخزنه. بيبعت رجال ديف عند الخزنه، وبيقول لهم انا جاي وراكم. وفيشنو بيكون مستني اللي هيحصل عند الخزنه، وديف بيكون مستني على نار سرقه الفلوس والذهب اللي في الخزنه، علشان كده يبقى اخد كل فلوس روي. في الوقت ده ديفيد بيقول لساهو، انا عايز اقول لك على حاجه، الضابط اشوك خطفني وهددني هيقتل مراتي وبنتي لو ما اديتوش معلومات المهمه وساعدته انه يقبض عليه، وكمان هو سمعنا دلوقتي من المايك ده وهيهجم علينا واحنا في الخزنه. اشوك بينصدم، والمساعده بتاعته بتقول له هنعمل ايه دلوقتي، بيقول لها زي ما احنا. ساهو ما قدامهوش غير حل من الاثنين، يا اما يلغي المهمه وحبيبته تموت، يا اما يتحداني وينفذ المهمه. ساهو بياخد المايك من ديفيد، وبيقول له اشوك اتحداك، انت محتاج برج ايفل علشان توصل لطريقه تفكيري. اللي ما تعرفوش بقى يا برنس ان ديفيد ده مش مخلف، هقول لك على حاجه كمان، ديفيد اصلا مش متجوز. عايز تاني؟ انا مش هسرق خزنه فيشنو اللي في البنك اصلا. الضابط بيروح جري عند البنك، وبيقبض على كل رجال ديف. وفرنساهو ما بيكونش موجود هناك، وبيكون في طريقه لخزنه ديف. وفيشنو بيتصل بديف، وهو بيقول له بعد ما سرقت فلوس ابويا عايز الصندوق علشان تسرق باقي الفلوس. طب اللي ما تعرفوش بقى ان انا اتكلمت مع ساهو واداني الصندوق الاسود، وفي المقابل هرجع له حبيبته. هقول لك حاجه كمان، ساهو هيرجع لي الفلوس اللي انت خدتها وحطيتها في الخزنه عندك. وفرنساهو بيكون زارع قنابل تحت خزنه ديف، وبيفجر الارض اللي عليها الخزنه. الخزنه بتكسر الادوار كلها، وبتنزل قدام عيون ديفيد ورجالته، بتنزل عربيه الشحن دي، والعربيه بتاخدها وتمشي. ديف بعد خيانه ساهو ليه بيكون خلاص هيقتل اميراتا، ولكن فيشنو بيبعت رجالته بيخلصوا على رجال ديف، وبينقذوا اميراتا وبتهرب من المكان. في الوقت ده العربيات بتتحرك بالخزنه اللي فيها فلوس ديف، وقوات الشرطه بتكون وراهم، وبما فيهم الضابط فيشنو. ديفيد بيقول لساهو لازم تلهي الضابط فيشنو لانه خطر جدا على العربيات. وفعلا ساهو بياخد المكنه النحله، وبيرفع حصان بطول النخله، بياخدها جري وراه لحد ما بيقلبوا بالعربيه. قال العبد لله في عز شبابه. الشرطه بينصبوا كمين للعربيات، ولكن ساهو بيقول لهم انزلوا بالحديد. وفعلا العربيات بتاخد وضعيه الكشيك، وبيشيلوا الكمين باللي فيه. اضرب، ما هو كله على دماغ البونتج. المهم الشرطي ده بيقول رجاله الطيران يخرجوا. وفعلا بيخرجوا اتنين لابسين اجنحه فراخ، وبيجروا العربيات بيفجروا واحده منهم. في الوقت ده شندي بيتصل بديف، وبيقول له ما تقلقش، خلاص خزينتك في امان معايا. بيقول له ما يهمنيش الخزنه قد ما تهمني جثه ساهو. بيقفل معاه، وبيقول طلعوا لي قناص في طياره هليكوبتر يخلص لي على ساهو. اميرتا بتعرف ان هو شخص خاين، وبتقول له انا هروح مع القناص. وفعلا بتروح مع القناص عند ساهو، والقناص بيكون خلاص هيقتل ساهو. تفتكر انه هيقتله يا صديقي؟ لا والله، اميرتا بتضرب القناص، ولكن ابن الهرم بيكون جته، وبيضربها بيخرجها بره الطياره. بتكون خلاص هتقع، تفتكر انها هتقع يا صديقي؟ لا والله، ساهو بيشوفها وبيتشعبط في الراجل الطاير ده، وبيفضل يخبط فيه لحد ما بيقعوا هما الاثنين على الارض. ساهو بيغمى عليه، واميرتا بتقع من الطياره. تفتكر انها هتموت؟ قولها معاها يا صديقي. لا والله، ساهو بيلبس اجنحه الفراخ وبياخدها طيران عليها، ولكن الجناح بيفصل، بيقلع الجناح وبياخدها طيران بدون اجنحه. عادي يا صديقي، الهند اللي اخترع الاجنحه مش الاجنحه اللي اخترعته. المهم بياخدها طيران لحد ما بيوصل عندها، وبيكمل بيها وبيقعوا هما الاثنين في الميه. هو انا كمختار مصدق. المهم الشرطه بتفتح صندوق العربيه اللي فيه خزنه ديف، ولكن بيلاقوا الصندوق فاضي، ودي بتكون خطه ساهو. اشوك بيقول لشندي العربيتين دول كانوا تمويه، والعربيتين اللي فيهم الفلوس مشوا في طريق تاني خالص. بيقولوا خلاص سيبوا لي اسمه ساهو ده، وانا اللي هتعامل معاه. وبياخدوا في العربيه، وهم في الطريق ساهو بيلاحظ ان شندي واخده على مكان بعيد عن مركز الشرطه، بيفضل يبص حواليه. شندي بيقول له ما تقلقش، مفيش حد هيجي ينقذك منه. بالمناسبه احكي لك قصه المكان اللي احنا رايحين له. زمان المكان ده كان قريه، وانا من زمان شغال مع ديف، قررنا بقى ناخد القريه دي علشان نخرج البترول اللي فيها، ولكن وقف وشنا روي وقوى قلوب الناس اللي فيها. احنا بقى حطينا خطتنا وقررنا نولع في القريه بالناس اللي فيها. روي ده عائق كبير لديف، اما ديف حب يقعد على كرسي القياده برضه روي خد مكانه، لكن ديف قتله زي الكلب في الشارع. يلا علشان وصلنا، بينزلوا في المنطقه وبيسلموا الرجال الديف، والرجاله بيحوطوهم من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله، اول واحد بيهجم عليه ببلطه بيمد له السلسله بيخليه يقطعها. كتر خيرك يا ابني. بيخش
الباقي منهم طحن صحن كذب لحد ما بيوجع قلبي. المهم بينزل فيهم تطويح ولا شايف حد قدامه. هو بص الحركه دي يا صديقي احسسني انه بيرمي بامبرز من الشباك على جيرانه. المهم بخلص عليهم بالكامل وديفيد بيحضر في المكان بيقول له عاش عليك قدرت تخلص على كل رجالتي. يا ترى هتقدر تخلص على رجاله القريه دي بالكامل؟ في الوقت ده كالكي بتخون فيشنو مع ديف وبتفتح الخزنه بالصندوق الاسود، ولكن بمجرد ما بتخش جوه بتنصدم لانها بتشوف ابن ريو الحقيقي. ابن ريو الحقيقي هو ساهو، وفيشنو ده مجرد ستره بالدريع علشان ياخد بطار ابوه. كالكي بتنصدم والخزنه بتتقفل عليها وبتموت جوه. وفيشنو بيحكي القصه دي بالكامل للضابط اشوك، واميرتها هي كمان بتعرف ان ساهو هو ابن ريو الحقيقي، ورجاله القريه اللي كان بيدافع عنها روي بدل ما بيهجموا على ساهو بيهجموا على ديف او بيخلصوا عليه. هو بيكونوا في منتهى السعاده لان رجع لهم ابن الملك اللي كان بيحميهم، خطاره من اللي قتل ابوه، وبيحط الشد قنبله في العربيه بيفجره، وبكده خلص على كل اعوان ديف. واخيرا بيخش على مكانه الاساسي، هو بيقعد على كرسي الرئاسه اللي يستحقه. وبعد شهور اميرتها بتكون ماشيه في الشارع وبتسمع الاعلام وهو بيقول واخيرا اكتمل مشروع روي للكهرباء، وده بفضل ابنه ساهو. اميرتها بتكون لسه حباه ومش قادره تنساه، كمان ساهو بيكون فاكرها، والدليل على كلامه بيكون مراقبها من بعيد، بيقرب منها وبتقول له انا عارفه ان بقالك كتير مراقبني، بيقول لها علشان اشوفك بس، انت وحشتيني، وبيقول لها كلمه سر في الشارع مش لازم نعرفها يا صديقي. وهنا بينتهي الفيلم. يا ترى ده حقيقه ولا حلم؟ ايه بقى اكتب لي في كومنت يا صديقي، وما تنساش تشترك في القناه وتحط لايك للفيديو لو عجبك، وتخش تاخد لفه في القناه هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سهله الفيديو الجاي يا قمر.